دخلش لحد دلوقتي. طيب طيب باشمهندسة ريم، ريم العثمان موجودة، وبعد كده في برضو اللي موجود في في الاجتماع باشمهندسة هندسة نورهان، حلوة. باشمهندسة نورهان، نورهان أيمن، وطيب أعتقد يبقى دكتور أحمد. دور يعني هتلاقي إن في بس حد مهندس محمد أحمد، انا يعني شايفاها ام احمد، دكتور احمد مفيش دكتور. نورهان، مفيش طيب نورهان هي ممكن اللي بتحاول دكتور تدخل احمد دلوقتي. نورهان بتحاول تدخل. طيب وانا هو احنا انا لو في دلوقتي بس حد في الانتظار ممكن حضرتك تدخليه. ادميت، ما هندخلنا كل الناس. تمام. طيب باشمهندسة حنان، ممكن حضرتك تبتدي؟ طيب اه يا تبتدي فندم، تعملي طبعا شير تحت امر سكرين، حضرتك. وبعد اذن حضرتك. شكرا، اعملي شير اتفضلي يا سكرين فندم. وابتدي. السلام عليكم يا فندم، برحب بحضراتكم جميعا وتشرفت بحضراتكم جميعا. اهلا وسهلا. أنا بحاول أعمل شير سكرين بس الهوست عامل لي ديسيبلد. بتحاول تعمل شير سكرين بس معمول لها ديسيبل. كاتبين لي هوست ديسيبل بارتيسيبنت سكرين شيرينج. تمام، أنا حاولي ممكن كده طيب تاني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم جميعا وبشكركم جميعا، وعارفه ان الوقت ضيق فانا بتشرف بوجودي مع حضراتكم جميعا. انا المهندسه حنان عرفات، رئيس اداره مركزيه في الشؤون الماليه والاداريه بوزاره الاسكان، وهتكلم تحت محور كفاءه الطاقه في المباني. انا بس عايزه اتاكد يا فندم حضراتكم سامعيني. ايوه تمام. تمام يا فندم. الصوت وال تمام، والسكرين وضحت عند حضراتكم؟ واضحة يا فندم، واضحة اتفضل. يا دكتور. تمام. تمام، كفاءة الطاقة في المباني. أنا سريعا كده مش هتكلم عن يعني مقدمة سريعة كده. طبعا حضراتكم عارفين إن قطاع البناء من ضمن القطاعات اللي يعني بتاخد جزء كبير قوي من استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة إن هي بترتبط بحوالي 90 صناعة زي ما حضراتكم عارفين بتستهلك كم من الطاقة والمية، وبتعمل غازات احتباس حراري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فطبعا بحكم ان انا طبعا في وزاره الاسكان، وبحكم ان التطور الكبير في تنفيذ مباني سكنيه في معظم انحاء الجمهوريه خاصه لمحدودي الدخل، وتوجه الدوله لتوفير الطاقه، وان احنا طبعا بنعمل دعم للمباني دي من ناحيه الدعم المادي يعني بحيث ان احنا نقدر ننفذ الكم الكبير ده. فطبعا كان عندنا مشكله كبيره في موضوع الطاقه المستهلكه نتيجه السياسات اللي بتحصل، او نتيجه السياسات اللي هي بتركز على ان احنا نعمل يعني تطوير في هذا القطاع، في قطاع البناء، وفي نفس الوقت الطلب على الطاقة ما يكونش مرتفع بالطريقة دي. فالحقيقة كان في مذكرة تعاون اتعملت، أو مذكرة تفاهم اتعملت بين وزارة الإسكان والمركز الإقليمي للطاقة الجديدة المتجددة. ده كان من خلال مشروع مرفق الاستثمار المتوسطي، كان مع برنامج الأمم المتحدة وجامعة دي ميلانو، وكان الهدف الاساسي منها ان هو يركز على مشروع بعينه يكون اكزيست او على ارض الواقع نقدر نطبق بيه، ان احنا نقدر نطلع بمبنى نموذجي يكون موفر للطاقه وفي نفس الوقت يوفر احتياجات المسكن الملائم لمحدود الدخل. طبعا اتعمل زيارات ميدانيه لعدد من المشاريع الاسكان القائمة بمراحل المختلفة، سواء كانت في حيز التصميم أو موجودة على أرض الواقع أو في مرحلة التشطيبات. وتم طبعا تجميع بيانات كثيره من التعبئه العامه والاحصاء ومن كل المراكز اللي هي متخصصه في هذا المجال. والحقيقه هو المشروع ده ليه مخرجات كتير. انا هتعرض هنا يا فندم لمخرج كان عباره عن برنامج تصميمي. البرنامج ده بيتم اخذ بعض معايير البناء فيه على اساس استخدام ان يكون التصميم لعناصر الغلاف الخارجي للمبنى عشان يحد من استهلاك الطاقه الكهربائيه اللي هي بتوفر الطاقه الحراريه، بتوفر الراحه الحراريه لمستخدمي المبنى عن طريق بقى التشطيبات والعزل والتهويه والتظليل وكده. فطبعا ده كان الهدف الاساسي طبعا، مع مراعاه. وطبعا يبقى برضو كان من ضمن المخرجات ان يكون في بدائل تصميميه. يعني البرنامج الهدف منه ان انا بدخل معايير البناء او كل البيانات المتاحه ليا
مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي اللي بيتم فيه تصميم أو تنفيذ هذه المباني السكنية للأخذ المناخ في الاعتبار ودرجات الحرارة، وإن كمان التصميم يكون متاح فيه إن أنا أقدر إن أنا أعمل فرايتي في إن أنا أستخدم مواد بنائية معينة أو تشطيبات معينة، أو أتحكم في الفراغات أو النوافذ أو الفراغات اللي هي فيها النوافذ أو الأسقف، العزل بتاعها أو عزل الحوائط. طبعا البرنامج ده كان زي ما قلت لحضراتكم كان بياخد بقدر الامكان كافه المعاملات والبنود اللازمه للتصميم وطبقا لاساسيات طبعا ومعادلات معينه، وبهدف الاخر ان هو يطلع لي مبنى نموذجي زي ما قلت لحضراتكم يكون بيوفر في الطاقه. الجزء اللي انا هتعرض ليه هنا هو البرنامج كبير، الجزء اللي انا هتعرض ليه هنا اللي هو الخاص بالغرف الخارجي للمبنى، وده كان عباره عن 5 اجزاء. البرنامج بتصميمه بيبقى عبارة عن إن مستخدم البرنامج بيدخل داتا معينة، أولها بيكون الكود المستخدم واللي هو الكود اللي إحنا جربنا فيه اللي هو كود الطاقة المباني في مصر، والموقع اللي هيتم فيه تصميم المبنى. وأنا اخترت هنا لحضراتكم الجزء الخاص بالحوائط الخارجية والأسطح والنفاذية الهوائية والتظليل، لأن ده اللي إحنا ابتدينا نحاول نطبقه في إحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي اللي موجودة في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر. المتطلبات كان طبعا كان في حد أدنى من المتطلبات إن هي يتم إدخالها في البرنامج، من أهمها زي ما قلت لحضراتكم الجدران والأسقف، وإن يتم تحديد نوع الفتحة، معدل نفاذية الهواء برضو، لو في أنظمة التظليل بيدخل كذا مدخل، نوع التظليل إيه هو، اتجاهه إيه، عمق التظليل. بالنسبة برضو للأسطح كان بيتم برضو بيكون مدخل عدد من مواد التشطيب مذكور فيها انعكاسياتها الحرارية إيه وكل الخواص الفيزيائية ليها والألوان، الألوان برضو المتاحة. المستخدم البرنامج بيختار طبقا للتصميم اللي هو اللي هيقوم بيه، ويبتدي البرنامج ياخد كل الداتا دي ويطلع كل البدائل المتاحة للتصميم اللي هي تؤدي في النهاية لتصميم مبنى موفر للطاقة. سريعا كده انا ده شكل كده البرنامج او شكل الصفحة من الصفحات اللي هي البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين كده فوق في اللي انا المنطقة المناخية، انا بدخل المنطقة المناخية بتاعتي، بدخل الكود المستخدم، ببتدي هنا من خلال الادخال في الخلايا دي ادخل نوع الطبقه وسمكها والماده اللي انا هستخدمها اتجاه الحائط ايه. زي ما حضراتكم شايفين نوع الطبقه اذا كانت انشائيه او عزل حراري او تشطيبات، المواد المختلفه، لو حصل ان في ماده انا عايزه استخدمها وما كانتش داتا انتري جوه البرنامج، انا بقدر ان انا المستخدم ان هو يدخل الماده دي ويدخل الانعكاسيه الحراريه بتاعتها او الانتقاليه الحراريه بتاعتها، وبتتسيف في البرنامج وبتقدر ان هي تخش في المعادلات عشان تديني في الاخر اللي انا عايزاه. دي سريعا كده برضو صفحه ثانيه من الكبايه برضو لحضراتكم. انا طبعا بدخل اتجاه الحائط دي كده هنا بعد ما دخلنا بعض المدخلات، بعرف ايه التشطيب اللي انا عايزاه، الانشائي او عزل حراري او ايه، في الاخر بعد ما بدخل كل الداتا بيطلع لي حساب قيمه الانتقاليه الحراريه بتاعتي ايه هي، واللي هي بتبقى كده جاهزه ان بعد ان انا بعد ما بضغط على ان انا خلاص كده تمام هي دي المدخلات بتاعتي، بينقلني للداتا اللي بعديها بعد كده. سريعا كده من تطبيق البرنامج ده واخد بعض الاعتبارات التصميميه في احدى النماذج للمشروع اسكان اجتماعي في مدينه الغردقه، ابتدينا ان احنا نبتدي نشتغل على حاجتين، على مواد العزل، على المباني الطوب، وعلى استخدام الدبل جليزنج للويندو او للشبابيك اللي هي مفترض ان هي نازله في مقايسه الاسكان الاجتماعي بابعاد معينه. فده كان المقترح اللي تم اقتراحه بعد ما ابتدينا نستخدم البرنامج في الجزئيه الخاصه بالتشطيبات والشبابيك. دي بعض المقترحات اللي كانت مفترض ان هي مقترحه بس لسه لم يتم تنفيذها لحيز التنفيذ، لان طبعا احنا اي ماده هيتم استخدامها في مشروع كبير زي مشروع الاسكان الاجتماعي بيبقى محتاج